5 mile. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بافضل حال. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد، ولكن قبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو تصلوا بجميع الفيديوهات الخاصه باعالي البحار، المغامرات اللي كنعيشوا والحياه ديالنا في اعالي البحار كيفاش كدوز. خوتي اليوم جينا بينا نطلعوا للكاريناج. الكاريناج شنو هو اللي ما كيعرفوش اغلبيه الناس؟ يعني البلاصه فين تيطلع الباطو باش يتسبغ، ولا كاينه شي حاجه غادي تعاود ليه؟ مثلا حنا نيت كيف قلت لكم غادي نطلعوا دابا للكاريناج، وعندنا لي ليست ديال الباطو غادي نبدلوها. حنا دابا داخلين الطبلة، هنا هاد البلاصه اللي كتشوفوا راه لتحت ديال هاد المهاده كاينه واحد الطبلة ديال العود، من بعد غادي تشوفوها. دابا تمينا داخلين كيف كتشوفوا راه عطيناهم واحد البانطو باش كيبقاو يجرونا شويه بشويه بشويه، غيبقاو يجرونا بداك البانطو حتى يتحكموا في الباطون ما يبقاش مازال يتحرك صافي نهائيا. ديك الساعة غادي ندوزو لمرحلة اخرى. كتشوفوا هنايا ما بقاوش تحكموا في الباطو لان تقطع عليهم واحد البوندو تقطع، خصو مع الثاني يعاودوا يديروا واحد اخر باش يتحكموا في الباطو مزيان ضروري، لان ما تحكموش فيه ما غاديش تقدر تطلع الا طلعت ديك الطبله اللي كاينه لتحت تما ديال الشريج، تقدر تهرس تقدر بزاف د الحوايج غادي نزقوا واحدين تما. السبب اللي خلاهم ان داك البوندو يتقطع وما تحكموش في الباطون الاول انه كان الكورون كتير داك النهار بحكم ديال الشتا اللي بدات كطيح والضبابة، كان الجو ماشي هو هذاك، كان الكورون كتير في الشارج، هذاك الشيء اللي منعهم انهم يتحكموا في الباطون من الاول. هنا عاودوا صيفطوا واحد البانطو اخر، كيف كتلاحظوا كاينين دي سكافوندري اللي غادي يهودوا الماء لتحت. علاش؟ اشنو الدور ديال دوك لي سكافوندري؟ غادي يهودوا يدو معاهم بلاشات باش يديروهم تحت الباطو غيكاليوه باش يتحكموا في الباطو مزيان، باش يكاليوه مع الطبله اللي غادي تطلع لفوق. انا الاصدقاء افراد الطاقم ديال سفينه آية 5. كتشوفوها هو سكافوندري اللي يهود، كاينين هما شي ثلاثة سكافوندري اللي كاينين اللي غادي يهبطو واحد من تما واحد من هنا وغادي يجيبو الدورة من الجهة الأخرى تاني. هذا هو اللي
غادي يسالو دوك لي سبافونغي فاش غادي يكلو من تحت. هذاك الدرو كيبدا يهز في ديك الطبله من التحت، كاينين اربعه، واحد هنا واحد من حداه واحد جوج من الجهه الاخرى، غادي يبداو يهزو ديك الطبله من التحت باش الباطو يطلع للفوق ويتم غادي في السكه. صافي الباطو بدا تيطلع، صافي العمل ديال السكافاندريه سالاو، يعني دابا بدا تيطلع الطبلة قربات تطلع. Thank you.
الكونتراكس اللي كتشوفوا دابا غادي يجي باش يديروا ليه هاد الحديدات هادو ويربطوهم مع دوك الحديدات اللي داروا من التحت ديال الباطو، وغيبدا يجر فيه شويه بشويه. حنا غادي دابا نمشيو لهاديك البلاصه حدا دوك جوج بطوات اللي لهي هاد. هاد جوج تراكسات اللي كاينين في الجنب هما اللي غادي يبداو يدفعوا في الباطو للجهه الاخرى. هانتوما غادي تشوفوا دابا دابا بداو كيدفعوا فينا من الجنب. السلم اللي كتشوفوا دابا هو اللي غادي نبداو نستعملو الى بينا نزلو لتحت. هاد السلم اللي وريتكم خصنا نشدوه مزيان مع الباطو، ماشي يكون نازل شي واحد ولا الله يحفظ ويتم طايح الارض. وهذه كانت مغامره ديالنا ملي جينا لطنطان وطلعنا للكاريناج. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا ديما بالفيديوهات الجداد. شكرا.